السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ ربي هاد الفيديو لقاكم بخير وعلى خير. جيت معكم باغا نصور معكم واحد حريشات لقوتي في العشيه. نشوفو عندي هنايا جوج حبات ديال البيض وعندي خبيصه ديال الملحه. المهم انا غادي نقول معكم ونقول المقادير. عندي هنا جوج حبات ديال البيض، عندي هنا كاس ديال الياغورت، درنا الياغورت، درنا كاس ديال السنيدة، هو كلشي بالعبارات ديال العنبة، هاهو، عندي هنا كاس ديال السنيدة، وعندي هنا كاس ديال الدقيق الأبيض أو الفورس ولا الفارين، كل واحد شنو كيقول ليه، وعندي هنا ديال الكوك، كاس ديال الكوك هاهو. وعندي ربعة الكيسان ديال السميدة، السميدة الرقيقة ديال الحرشة، هاهي هاهي السميدة الرقيقة، كنديرو بها البغرير والحرشة. وعندي هنا السميدة غليظة ديال الكسكسو باش نكوروها، هاهي غنجيب دابا الزيت، هاهوما غنزيد دابا كاس ديال الزيت، نزيد شوية النافع، هاهو لي بغا لي مبغاش ميديروش، هو كيجي بنين. هاهو غنعبر معاكم البنات الحليب، الكاس التاني جوج كيسان ديال العنبة ديال الحليب. انا ما عنديش، ما لقيتش عندي الحليب في الثلاجه، درت صغير نيدو وخلطته مع الماء. دابا نزيدو كاس ديال الكوك، ها هو الاول، الثاني، أربعة الكيسان، 250 غرام، الدقيق الأبيض، درنا جوج خمارات، الخميرة تاعي كنكورها، ساعتين وفي ساعة كيوجدو، هاهو
دابا غيشرب لينا داك الدقيق اللي درنا، والسميده حتى هي راه كتشرب، وداك الكوك حتى هو راه كيشرب. دابا غادي نقسموه ونكه جوج نكهات. غادي نقص البنات، غادي نكهها بالنكهة ديال الليمون. هيا كيعطي زوين، كيبان زوين. هاهو البنات، هاد النص لاخر غندير فيه هاد الساشي ديال الكاكاو. دابا البنات غنخليوها حتى ترتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، المهم هي حدانا في الكوزينه غنطلعو عليها ترتاح ونرجع معاكم. ثم البنات نجيو نصاوب معاكم بغرير. درت الملحه، درت شويه الخميره ديال الدار، ندير دابا الماء هو الاول. هاهو كاس ديال الماء دافي، هاهو كاس ديال الدقيق الابيض، كل ديال السميدة رقيقة، كاس تاني. نتوما البنات 3 الكيسان، ترى ندير شويه كميه كثيره، عندي خماره وزن 7 غرام، والماء على حسب داكشي اللي تشوفون هنا. الماء شتو جاني قليل، غنزيد شويه. هنا ثاني 6 كاس حب، حيت درت كميه كثيره. هاهو دابا ندير بنا تطحن، درت الفران يسخن باش نديرو الحريشات ديالنا ان شاء الله. البغرير ديالنا هو خلينا يخمر، خليتو غير هنا كامل، خليتو الحريشات ديالنا هاهما شابو، هاهما ديرو في القياس اللي بغيتو، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، انا درتهم كبار. ها السميدة الغليظة عندي درت فيها شوية كوك، اش كتنسل معاه. هاهو الفران راه كيسخن على 180 درجة، كنديروهم من الفوق، كنديروهم من الفوق حتى كيتشقو لينا، هذا كنهبطوه من تحت. بحال كديرو شي القيمة، هاهو الفران هديت شوية، انتم البنات لاطا ديالي راه دهنتها معايا بالزيت ورشيتها بالسميدة، ماشي سميدة رقيقة، هاد السميدة هادي الغليظة. المهم انتم البنات غنكمل ورجع معاكم. انتم البنات غنوريكم الحريشات ديالنا، ها هما شتوما كي راسهم، هاهو راه كيتشقل. ها البغرير ديالنا هاهو خمر، حتى
الصينية دابا فوق البوطا يطيب. هانتوما البنات الحريشات ديالنا هما هادو، هما طابو، هادو طابو، والاخرين مازال راهم في الفران هما كيطيبو، هاهما هادو بقلات اخرى في الفران. ايوا هادشي لي كاين كوتي العشية، والبهريج ديالنا هاهو هاهو شفتوه كيجي خفيف وكيجي طايب. ايوا هادشي لي كاين البنات، وبالصحة والراحة. وما تنساونيش البنات ملي يجي البارطاج، فضلا ماشي امر، الى عجبكم طبيعة الحال. ايوا نتمنى الله يعجبكم، والسلام عليكم.